يا مساء الخير، يا مساء الانتصار، يا مساء الألقاب على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة النهاردة من كلام في الميديا، حلقة مهمة مختلفة عن باقي حلقات الأسبوع اللي فاتت. ليه؟ لأن احنا فزنا ببطولة الدوري، البطولة رقم 41 في تاريخ النادي الأهلي. كل البطولات اللي فاتت، كل الأربعين بطولة في بطولات الدوري بالتحديد، كوم البطولة دي كوم تاني. البطولة رقم 41 حاجة تانية خالص، مذاق وطعم مختلف تماما بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي. فرحة حلوة، فرحة السنة دي مختلفة جدا. ليه؟ انتوا عارفين الإجابة ليه، لأن كلام كتير جدا كان عن النادي الأهلي هذا الموسم، وحروب كثيرة جدا كانت عن النادي الأهلي هذا الموسم، وتضامنات كانت على النادي الأهلي هذا الموسم. بهدف إيه؟ بهدف النادي الأهلي ما يفوز ببطولة الدوري. رغم كل ده، رغم كل اللي حصل على مدار الموسم ده، ورغم هذا الموسم الاستثنائي، النادي الأهلي هو بطل بطولة الدوري العام، والبطولة رقم 41 في تاريخه. فلازم نفرح ولازم نفتخر، انت كأهلاوي لازم تفرح ولازم تفتخر بناديك العظيم النادي الأهلي، لأنه فعلا مش أي حد يقدر ياخد بطولة، ومش أي حد يقدر يتغلب على الصعاب اللي ممكن يواجهها، مش أي حد يقدر يتخطى العقبات الصعبة جدا السنة دي بالتحديد، بخلاف أي أزمات حصلت هذا الموسم. لكن النادي الأهلي يستحق، النادي الأهلي يستحق أن هو ياخد بطولة الدوري. كان بعيد خالص بسبب أمور كتيرة جدا، سواء بتتعلق بالإصابات، بتتعلق ببعض الأمور اللي حصلت، المشاكل اللي كانت في اتحاد الكورة، المسابقة ما كانتش منتظمة، كل هذه الأمور. لكن مع ذلك قدر النادي الأهلي في النهاية، وبتركيز لعبته والجهاز الفني ومجلس إدارته وبمساندة جماهيره، ودول أهم حاجة، جماهير النادي الأهلي هم الأهم في تتويج النادي الأهلي بهذا اللقب، وهم اللي أدوا في النهاية مع الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة إن النادي الأهلي يفوز بالبطولة رقم 41 بعد مجهود كبير وتعب كبير على مدار موسم كامل وسنة كاملة. بطولة دوري سنة كاملة، أي بطولة دوري ممكن تيجي في خيالك بكل ظروفها النادي الأهلي قدر إن هو يحققها بكل ظروفها على مدار التاريخ. هتعمل دوري مجموعتين النادي الأهلي ممكن ياخده، هتعمل دوري مجموعة واحدة النادي الأهلي بياخد الدوري، هتعمل دوري على مدار 362 يوم أو 363 يوم تقريبا يعني، برضو الأهلي بياخد الدوري. مجهود كبير، تعب كبير من اللاعبين، من الجهاز الفني ومجلس الإدارة، وأكيد طبعا من جمهور النادي الأهلي اللي استحمل، وهو مش استحمل، النادي الأهلي دايما أو جمهوره دايما بيفرح بالبطولات، لكن الموسم ده بالتحديد استحمل حاجات كتير قوي وكواليس كتير قوي وأمور كتيرة جدا كانت بدورها كافية إن هي تكون عقبات قوية جدا جدا في عدم تتويج النادي الأهلي باللقب رقم 41. ومع ذلك أخيرا النادي الأهلي حقق بطولة الدوري هذا الموسم، وعندنا كلام كتير جدا جدا في الحقيقة عايزين نقوله، وحضراتكم أنا عارف أنتم نفسكم تقولوا إيه. فالأهم بالنسبة لنا، الأهم إن النادي الأهلي بطل بطولة الدوري رقم 41، وده شيء مهم جدا.